ليا الطب التكميلي احد الفنون الطب القديمه، ويعد ويعتمد على الضغط على الجسم بشكل منتظم وغير منتظم بطريقه ثابته او خلال تاديه بعض الحركات الاهتزازيه، ويتم ذلك باستخدام اليد او احد الالات المخصصه لذلك. وايضا تؤثر عمليه التدليك بشكل كثير ايجابي على كل العضلات وعلى كل الاوتار والاربطه والجلد والمفاصل والانسجه، اكيد يعني كثير مهمه لكل الجسم. ولحتى نحكي اكثر عن الطب التكميلي وتاثيره في علاج الام الجسديه والنفسيه ايضا، بيسعدنا نرحب برياض جويش، اختصاصي بعلم ردود الفعل العصبيه. صباح الخير سيد رياض، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحك. صباحكم يا رب. اخصائي بعلم ردود الفعل العصبيه، يمكن كل الناس هلا بدها تتابعنا. طبعا. مع هي الظروف الحاليه قديش الناس اليوم بتقدر تضبط اعصابها، وقديش فعلا انا فيني هيك اخذ نفس قوي واقدر اكمل حياتي بشكل صحي وسليم. هلا هو لانه علاج مكمل، يعني هو علاج جسد وعقل وروح. يعني هو علاج، والعلاج هذا كامل الجسم، يعني هو علاج عن طريق القدمين واليدين، هو علاج لكامل الجسم. يعني احنا بنعالج فيه، لانه بتعرفي انت بكل قدم في 7200 نهايه عصبيه. فيعني هو في كل نقاط الجسم، يعني في عندنا نحن من القدمين نقاط قلب ومعده وطحال وكبد، فهي بالجلسه الواحده احنا عم نعمل علاج لكامل جسمنا، طبعا عن طريق القدمين، وفي عندنا كمان باليدين كمان عندنا نقاط انعكاسيه لكامل الجسم. نعم. سيد رياض، خليني بالبدايه قبل ما نفوت بتفاصيل العلاج التكميلي، نحكي بنقطه كثير مهمه، كثير مثلا بنكون قاعدين متبين مثلا انه لازم ينفرك ظهرنا ممكن بطريقه غلط، طقطقه الاصابع، كثير في عندنا عادات نحن بنعملها غلط، او بنروح عند اشخاص هن مانن اختصاصيين، وخاصه بالمساجات لما تكون عم يوجعك ظهرك. خلينا نحكي عن الضرر يلي بيتاثر بهذا الشيء. هلا هو هذا العلاج طبعا هو امن 100%. ليش؟ لانه هو عن طريق القدمين، يعني نحن عندنا وتاب بالظهر او عندنا شيء وجع بالرقبه، فانا ما حقدر لك لا رقبتك ولا ظهرك، انا عم بعمل لك هذا الشيء بنقاط انعكاسيه من القدمين. خلينا نركز على نقطه اللجوء للاشخاص الغير اختصاصيين، قد ايه بياثر على التدليك؟ طبعا لانه التدليك على مناطق الظهر والرقبه كثير خطير اذا كان الشخص مو اختصاصي. يعني هو بيعمل لنا مضاعفات، بيعمل لنا تمزقات، بيعمل لنا مضاعفات. فهو هذا العلاج الريفلكسولوجي او النهايات العصبيه بالقدمين هو علاج امن 100%. يعني هو اهم شيء بهذا العلاج انه هو ما له اثار جانبيه، هو علاج امن 100%. فهو كثير مفيد، كثير امن لقدام. لا لا لا، هو علاج عن طريق تدليك القدمين. خلينا نحكي كيف بيتم، يعني عن طريق تدليك القدمين، بما انه عم نحكي هو الاساس، يعني انا طبعاً من خلال هي يمكن المرتكز الاساسي اللي هي العمليه. طبعا هلا هو العلاج عن طريق تدليك القدم بتكنيك معين، يعني عند مختص طبعا. يعني هلا نحن اذا بندلك القدم بشكل طبيعي بيرتاح الواحد، بس ما بيلاقي في علاج. اما المختص رح يكون في عنده الضغط بشكل معين. عم نشوف بعض الصور. الضغط بتشوفي بطريقه معينه يعني. خلينا نكفي نشرح. هلا شايفه هون احنا عندنا القدم فيها كل النهايات العصبيه، مثل ما قلنا هني فيها 7200 نهايه عصبيه. المنطقه من عند الاصابع والمنطقه من فوق القدم هي مسؤوله عن الجهاز التنفسي، ومنطقه وسط القدم هي مسؤوله عن الجهاز الهضمي. والمنطقة عند الكعب هي مسؤولة عن الجهاز البولي. نعم. خلينا سيد رياض نروح للإيدين، كيف بيتم التدليك من خلال الإيدين ومعالجة يمكن كثير من الأوجاع؟ طبعا هلا الإيد مثل ما لك شايفين هلا نحن، هلا هي الإيد عبارة، هي الإيد نحن أنا أشرح لكم إياها، هي الإصبعين الوسطانيين هن الرجلين، الأرجل أو القدمين. عندنا الأصابع الثانية هن اليدين، وعندنا الإصبع الإبهام هو الرأس وما يحتوي. طبعا هذا بظاهر القدم، بظاهر اليد. عندنا هلا نحن بباطن اليد في عندنا مثلا منطقه القلب والرئتين، وعندنا منطقه الكبد ومنطقه المعده ومنطقه الاحشاء ومنطقه المثاني.
هو ايه احسن، ايدين ولا الرجلين؟ هلا العلاج الاساسي هو القدمين. هلا نحن بنقول الايدين هو بيعالج الوجع ما بيعالج المرض، المرض لازم يكون عن طريق القدمين. هلا هو الجلسه الكامله الافضل هو يكون عن طريق القدمين واليدين. بس هي تكون يمكن جلسه كامله متكامله. بس خلينا نحكي عن تجزيء الاصابع، يعني كل اصبع بيقول لك لمنطقه محدده طبعاً، وهي مسؤوله عن الم محدد بالجسم. طبعا هلا مثل ما قلت لك انه هن احنا عندنا هلا الاصبعتين الوسط هن هذول القدمين. عندنا هون منطقه الركب، عندنا هون عندنا منطقه الايدين، عندنا هاي المنطقه هون عندنا الرقبه، هون عندنا الراس وما يحتويه، هون عندنا منطقه العمود الفقري باليد. هلا فينا نحن هدول القصص نعمله لحالنا؟ يعني فينا هلا مثلا نتعلم منك طريقه نريح العمود الفقري هون مثلا؟ طبعا هي عن طريق تدليك بشيء معين، بشيء هيك يعني بشيء معين بيوخز الهيك. هلا نحن بنعمل هيك تدليك بنلاقي في منطقه فيها وجع. اوكي، يعني وقت بنعمل هيك بتلاقي في منطقه فيها وجع، بس بنضغط عليها بنركز عليها شوي عباره عن نص دقيقه بتلاقي اختفى الوجع. شرط اي ايد؟ لا هلا مو شرط، لانه الايد في كل ايد فيها هي جسم كامل مختلف عن القدم. فتره قد ايه تقريبا الفتره؟ اقل من دقيقه على المنطقه اللي فيها الم. يعني هلا عندنا نحن وجع راس مثلا، واحد وجع راسه بيحسن يعمل على الابهام بشيء هيك مدبب، بيعمل على الابهام بيروح الوجع دغري، بلاقي في منطقه فيها الم. يعني هلا هيك هلا ما في وجع راس، ما بتلاقي في منطقه فيها، بس انه اذا كان في وجع راس بتلاقي منطقه فيها الم. فبس هيك بنحاول انه نضغطها شوي بتلاقي راح الوجع الراس. خي هي كثير منيحه للعالم اللي كثير بياخذوا ادويه ومسكنات طبعا. وهي علاج لكثير شغلات، مثلا عندنا علاج الشهيقه بيتعالج بالجلسات بشكل نهائي، يعني علاج امراض الرقبه. بتعرف هلا نحن عندنا كثير، عندنا بيجينا اوجاع رقبه وظهر، فكمان بيتعالجوا بهالطريقه. وهي مثل ما قلت لك هي علاج امن، هي علاج امن. يعني في مثل صيني بيقول هو راحت وعلاج الجسم عن طريق القدمين. قديش بس بتحس فعلا هلا العالم هيك بتتجاوبي مع هيدا العلم؟ ويمكن لانه في يعني هي اساسا مش فقط جسدي، امور نفسيه بتساعد وعوامل بتساعد سوا. طبعا هلا هو هذا العلاج مو بس جسدي، هو كمان علاج نفسي، هو كمان يعني علاج هذا بنحسن نشخص نحن فيه. يعني نحن بنحسن نشخص عن طريق القدمين، بنشخص شو معك اوجاع بدون ما تقولي لي انت شيء، يعني بس بنشوف القدمين نحن بنعرف انه شو في عندك مشاكل بجسمنا. نعم سيد رياض، قبل ما نختم خلينا نحكي عن المساج الناري او الحراري. هذا المساج الناري بيعمل عنا تعديل للرطوبه والحراره بالجسم. نحن عندنا شغلتين بجسمنا، الرطوبه والحراره. اي وحده بتطغى عن الثانيه بيصير عندنا مشكله. فهي نحن الرطوبه بصير عندنا باوقات الشتاء كثير، بتلاقي واحد فز انه ظهره واجع او واجع معدته، هي بتكون الرطوبه صارت عاليه عنده بالجسم. فبالمساج الناري بتعدل لك هي الشيء، نحن بنسحب الرطوبه من الجسم عن طريق المساج الناري. عن طريق يعني بتكنيك معين طبعا. يعني كاسات هواء وهيك؟ طبعا هلا هو من ضمن المساج الناري اللي حينحط فيه كاسات هواء، واللي حنعمل مساج بطريقه معينه على مناطق انعكاسية بالظهر. بس بتحس دائما عم يرجع مثلا مثل هي التفاصيل او الطب التكميلي للشيء القديم، يعني كل شيء كان ينعمل قديما عم يرجع بس بطريقه حديثه او بتواكب العصر بطريقه معينه، يعني كل هي التفاصيل كانوا سابقا يعملوها بس بطريقه مختلفه. طبعا هلا هو هدول اساس كل شيء، هذا نحن الفراعنه اساس هذا الطب كله فراعنه. بتعرفي هلا هن الفراعنه في امور لهلا هي ما حدا عارف شو يعني، مثل التحنيط مثلا صار الاف السنين وهلا ما عرفوا شو الطريقه. فهي الطرق كلها هي اساسها هي فراعنه يعني، وهي يعني التجربه اكبر برهان مثل ما بيقولوا. صحيح. فهي كثير مفيده. بس هيك عم نشعل نار على العالم؟ ايه بس هي الطريقه كثير مفيده، بس ما بيحسوها بالحراره هذا. بس سؤال، هي هذا الشيء من عندك الاسود طبعا هو فيه عزل ما بيدخل على الجسم؟ طبعا صح؟ في عزل. عزل وفي زيوت بتندهن قبل ما ينشعل النار، لانه الناس عم تتابعنا فممكن تنفذ بطريقه خطا. لا اكيد لازم يكون عند مختص يعني. اكيد هلا اليوم انا رح اجرب مع امي مثلا. لا اكيد يكون عند مختص لانه كثير خطره الشغله. نعم كثير خطره. ايوه نعم. سيد رياض لكن هيك اليوم اطلعنا يعني هيك نحن وياك عن قصص فينا نعالجها بعيدا عن الادويه، ان شاء الله هيك نقدر فدنا شوي العالم. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك.